بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على إذ أرسلنا إليهم
بَعْدَ
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولو نشاء لمسخ
توقدون
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء